هاي، مع حلول الموسم الصيفي بتزيد التوعية حول تجنب النديل البحر وكيفية التصرف بحال التعرض لعقصته، لأن النديل الموجودة على الشط اللبناني منا كتير مأزية وممكن تسبب عقصته على أبعد الحالات حساسية بالجلدة. بحال التعرض لعقصة أنديل من الضروري الخروج من المي ومسح الجرح بمنشفة أو بطاقة ائتمان لإزالة بقية مخالب الأنديل، ومن بعدها تشطيف الجرح يا بالخل يا بمي مالحة يا بلبن لإزالة السموم، بالإضافة لنع المنطقة المصابة بالمي السخنة لمدة 45 دقيقة يلي بتقتل السم يلي فات على جلد وبتخفف الوجع. ممكن كمان استعمال أدوية الالتهاب يلي بينصح فيها الصيدلي. مين قال إنه الفكرة الشائعة باستعمال البول لمعالجة العقصة هي خاطئة وممكن تساهم بتفاقم المشكلة؟ أنا قال، بشوفكم بكره.